قوات المعارضة وقوات النظام على أطراف منطقة الجمعيات شمالي مدينة دارية أسفرت عن خسائر في صفوف الطرفين. وعبر سكايب ينضم إلينا الآن الناشط الإعلامي ياسر الدوماني. أهلا بك ياسر، لو تضعنا في صورة ما جرى اليوم. نعم، يعني دعني ابدا من الاخبار العاجله من مخيم اليرموك. تدور اشتباكات يعني وصفت بالعنيفه على الجبهه الشماليه الشرقيه لمخيم اليرموك بين جبهه النصره وقوات النظام المدعومه بميليشيا القياده العامه. ايضا نتكلم عن الزبداني التي تمكن الثوار كما يقولون من تدمير دبابه وعربه بي ام بي، وردت قوات النظام باستهداف مدينه الزبداني بصواريخ الارض ارض من نوع زلزال. اليوم الثوار اعلنوا في حي جوبر عن استهداف مواقع لقوات النظام، يقولون ان تلك العمليات نصره لمدينه الزبداني التي يهاجمها كل من عناصر حزب الله اللبناني وعناصر النظام في المنطقه. قوات النظام ايضا قصفت داريه قبل قليل ببرميلين متفجرين، ليتفاجا الثوار ان البرميلين سقطا على مواقع قوات النظام بالخطا، وهناك حاله اضطراب واضحه بين عناصر النظام بالقرب يعني من مطار النزه العسكري وبالقرب من الفرقه الرابعه وسط العاصمه الدمشقيه. قتل قبل قليل ايضا ضابط من قوات النظام في المنطقه الشماليه من داريه. مدينه داريه تعرض لقصف البراميل المتفجره، قنص الثوار عدد من عناصر النظام. اليوم ايضا الغوطه الشرقيه تعرضت للقصف، واوضح القاضي العام في الغوطه الشرقيه انه تم حل النزاع بين جيش الاسلام والاتحاد الاسلامي بوساطه من جبهه النصره وفيلق الرحمن. ونتكلم ايضا عن داريه التي تقصف، هناك اوضاع انسانيه متردية. ايضا غوطه دمشق الشرقيه هناك نقص في المواد الغذائيه، حاولت عده منظمات الدخول الى الغوطه لم تستطع بسبب منع قوات النظام واغلاق المعبر الوحيد الذي يدخل الطعام الى 700,000 انسان. سعر كيلو السكر وصل الى 15 دولارا، وهناك نداءات من المجالس المحليه والهيئات الانسانيه الموجوده داخل الغوطه بادخال المساعدات الطبيه والمساعدات الانسانيه الى المحاصرين بعد ورود حالات وفيات نتيجه اما نقص التغذيه او نقص الدواء في غوطه دمشق الشرقيه. نعم، شكرا لك الناشط الاعلامي ياسر الدوماني، كنت معنا من ريف دمشق. قال مراسل الجزيرة مباشر إن عددا من المدنيين قتلوا وأصيب آخرون من جراء قصف طائرات النظام مدنا وبلدات في محافظة إدلب.